خدمة وقائية تهدف إلى مكافحة التشدد والعيش المشترك بين كل مكونات المجتمع في مدينة فيرفييه البلجيكية القريبة من الحدود مع هولندا وألمانيا. هذا هو الهدف من المبادرة التي أطلقتها السلطات المحلية هنا تحت عنوان خدمة دعم الأسر في مجال مكافحة التشدد. قمنا بمبادرة كثيرة منذ منتصف يناير من العام الماضي على خلفية مقتل إرهابيين على يد الشرطة. الوضع في فيرفييه يختلف عن مولنبيك في بروكسل، وبحكم موقعنا بالقرب من الحدود مع هولندا وألمانيا لدينا مجموعة من السلفيين يعيشون هنا. زميلتي تعمل مع العائلات والشبان لمواجهة الفكر المتشدد، وتعمل أيضا مع أولياء الأمور والمدارس لمواجهة الأمر. أما أنا فأعمل مع المساجد والأئمة والمؤسسات الإسلامية في محاولة للكشف المبكر عن الفكر المتشدد. السلطات المحلية في مدينة فيرفييه أطلقت المبادرات وتسعى جاهدة لمواجهة مشكلة انتشار الفكر المتشدد بين الشباب. فماذا عن موقف سكان المدينة سواء من البلجيكيين أو من المهاجرين من ذوي الأصول العربية والإسلامية؟ البلجيك يرونها مبادرة جيدة ولابد من مشاركة الجميع فيها. أما الجالية المسلمة فقد أكدت على التمسك بالتعاون والعمل المشترك مع السلطات للكشف عن الفكر المتشدد واستمرار توعية الشباب من مخاطره. خدمنا معهم يد في اليد، ولكن كملنا زدنا على الخدمة متاعنا ولو كان هذه المشاكل متاع الشباب والمشاكل متاع الراديكاليزم. وهو الأئمة، أولا الأئمة متاعنا عندهم خطب يعني كينبهوا فيها الناس بصفة عامة والشباب خاصة. مبادرة جيدة، لأن المدينة يعيش فيها جنسيات متعددة، ولذلك لابد أن يتحرك الجميع لتوضيح الأمور ولابد من التعايش السلمي. حملات المداهمة والاعتقالات للعناصر المتطرفة في فيرفييه يرافقها في الوقت نفسه إطلاق مبادرات للتوعية من الفكر المتطرف، أمر يرى البعض أن السلطات هنا تريد أن تبعث برسالة واضحة من ورائه، مفادها أنها تعمل بكل قوة على تحقيق الأمن وفي نفس الوقت الوقاية من خطر التشدد. عبدالله مصطفى، الحرة، من مدينة فيرفييه البلجيكية.